قلبي بيرسم تفاصيلك زي النجمة اللمعة، عيني بقت بتشوفك أقرب من الدمعة، زي ما عيني تحب تشوفك هتشوفك، زي ما هرسم في عيونك سحر هتذبحني سيوفك، وهعلم قلمك يكتب شعر وما يملش من السرد، وهنحكي التفاصيل زي ما هي، وهبدل عيني بعينك فتشوفي جمالك زي ما بتشوفه عينيا، واشرح لك كيف تتغري واصنع لك خيط ممدود من قلبي وواصل لعيونك زي الحبل السرجي، واذا كان على الاكل اللي هناكله في خدودك شجر التفاح، وفي ثانيه هكون لك فلاح، واذا كان على الكون احنا اساسا مش في الكون، الكون فينا، الشمس اللي في عينك تحيينا والقمر اللي في عيني ينيمنا، واذا كان على الناس هفتح علبه الواني وارسم لك كل الناس في سكتش، هرسم عمو الفلاح اللي بيزرع قط وارسم له مراته وهي بتعمل شاي مظبوط، هرسم اطفال زينا بالظبط هربوا من العالم فوق شجر التوت، هرسم دكتور بيحلق على الحب الموت، هرسم لك كل الناس وارسمنا انا وانتي واحنا بنرسم. لا يا جماعه، يعني قد ايه حاجه رائعه لما تشوفوا ابداع كبير من مبدع صغير. طبعا انا ارحب بيهم الاول ويعرفونا بنفسهم، ونرجع نعلق على القصيده الرائعه، قصيده رومانسيه كمان، لسه هنعرف التفاصيل مع ضيوفي النهارده. يعني زي ما قلنا مبدعين صغار السن ولكن كبار في الابداع، وانتوا عرفوا نفسكم. نبدا بقى بالصغنن الاول، اصغر واحد فيكم. انا احمد الحسين، عندي 12 سنه في الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله يا احمد، وانت بتكتب نصوص مسرحيه مش كده؟ ما شاء الله، تعرف بسيادتك يا مبدعنا. انا احمد فيصل، شاعر عاميه، عندي 3 دواوين ما شاء الله، موجودين في معرض الكتاب ومن محافظه الفيوم. ما شاء الله. رقيه، عرفينا بنفسك يا رقيه. رقيه محمود الشعراوي، من القاهره ورسامه. من القاهره ورسامه، يعني رسم وشاعر ومسرح. طيب انا هبدا بقى يمكن باحمد، ليه؟ لان خير الامور الوسط. وطبعا وانتوا كمان يعني من خيرات او من خير الامور اكيد يعني. طيب القصيده الرومانسيه دي، انت من الفيوم يا احمد صح؟ من الفيوم. الالهام بقى ده بيجي لك فين وانت قاعد على بحيره قارون، ولا في قصه حب دايره، ولا ايه ده في الهام جامد جدا؟ هو لازم الشاعر يكون حاسس الحاجه اللي بيكتبها يا راجل. او المبدع عموما، فاكيد في قصه حب. من غير اسماء بقى عشان البنت لو بتتفرج يعني. لا مش هنقول حاجه لسه. بس الالهام هو بيحتاج هدوء، ممكن في المواصلات. الله. على حسب انت ممتلك الادوات، خلاص انت بيجي لك الاحساس بتبدا تكتب على طول. وحسب تأجج المشاعر. بالظبط. مش كده برضو؟ طب اولا انت بدات من سن كام تكتب شعر، وازاي اكتشفت في نفسك، او مين اللي اكتشف ان انت عندك الموهبة الجميلة دي؟ ماما. وانا كنت في ثالثة ابتدائي، وكنت في طابور المدرسة، شفت صديقي واقف في الإذاعة بيقول قصيدة، فروحت البيت بقول لماما انا عايز قصيدة اقولها في الطابور. شغلنا برنامج الأبنودي وقعدنا نكتب القصيدة وراه عشان اقولها ثاني يوم. الخال. قعدنا نكتب القصيدة ما لحقناش نكتبها وراه، فأنا بالليل مع نفسي قلت الأبنودي كتب القصيدة جابها منين؟ طيب انا هكتب قصيده دلوقتي واقولها بكره الصبح. يعني اول ما نفست قلت هنافس الخال الابنودي. بسم الله ما شاء الله. طيب لسه هرجع لك يا احمد، واروح بقى لرقيه. رقيه والرسم ورقه الرسم وجمال الرسم، واحكي لي برده الموهبه عندك بدات امتى تكتشفيها، ومين اللي ساعدك تكتشفيها؟ هو انا برسم من وانا صغيره زي اي طفله، بس يعني الموضوع كان بيتطور. كان جدي بالذات بصراحة كان أكتر الناس اللي تيجي وتعلمني حاجات ويقولي إزاي أرسم حاجات، يعني بجد أكتر حد كان بيشجعني في الأول. وبعد كده طبعا الموهبة عمرها ما بتيجي لوحدها، لازم نتعلم ولازم نعرف العلم. فطبعا يعني تشجيع مامتي وبابايا مع ان انا ادخل مسابقات وان انا اخد كورسات عشان اطور الموهبه، هو ده الحمد لله اللي خلاني احسن. اكيد طبعا. انا عايزه اقول للجمهور والمشاهدين ان يمكن الرسم اللي موجود في الديوان ده، الديوان الصغير لاحمد والرسم لرقيه، ده غير بقى يعني مشاركات واعمال تانية كتير. طب انا هروح بقى لابو حميد الصغنن، اصغر واحد فيهم، ومسرح.
مسرح يا احمد احكي لي ايه يعني ده انا قريت عن المسرح ده وانا في عشريناتي. انا كنت صغير لما كان عندي حوالي 6 سنين، مامتي كانت بتقرا لي كل يوم قصه. فالموضوع يعني حبيته، حاولت ان انا بقى الف قصه مش مسرحيه وانا عندي 8 سنين. 8 سنين. فعجبني الموضوع وقلت انا عايزه اجرب حاجه جديده، فاخدت سمعت عن موضوع المسابقه، مسابقه المبدع الصغير. فمامتي بقى يعني روحنا لمركز القومي لثقافه الطفل مع الاستاذ محمد ناصر، كنت باخد ورشه مع الاستاذ احمد زحام ازاي اكتب مسرحيه وايه الشكل ومفروض يعني اللي هو طريق الكتابه. صحيح الكتابه باحترافيه يعني. مظبوط. فبعدها بقى اشتركت في المسابقه واشتركت المسرحيه نصف طبق. الفكره بتاعت المسرحيه اللي هو كان فيه ولد اسمه وليد كان بيهدر في الموارد، يعني مثلا اللي هو كان بيقطع الزرع، كان بيهدر في الميه. يهدر في الموارد، كويس. يعني أيوة. كمان انت بتتكلم عن الحفاظ على البيئه في المسرحيه. أيوة. ما شاء الله. دخل بقى مامته حذرته وقالت له انت اللي بتعمله ده غلط، ومفروض ان انت ما تعملش كده وتحافظ على الموارد. فهو ما سمعش من صحتها ودخل علشان ينام شويه. فبعدها حين بقى كل حاجه بقت بالنص، طبق الرز بقى نص طبق رز، كوبايه الميه بقت نص كوبايه ميه، وبيكلموه بيقولوا له انت اهدرت فينا، خسرت نفسك الموارد، وده لسه انذار. ايوه. للنص لو ما ملحقتش نفسك الموارد هتروح. طيب. فبعد كده بقى لما صحي من النوم بدا يرشد في الموارد، تعلم الدرس. ايوه. ارجع لك تاني يا ابو حميد، وبس هرجع بقى اكمل او يعني اسال احمد. المبدع الصغير، وانت مش اول مشاركه ليك، ده الديوان الثالث اعتقد. دواوين. انا بعد ما خدت المبدع الصغير اصدرت ديوانين، واحد شايف رزكه وديوان اخر غيمه في قلبه. اخر ايه؟ اخر غيمه في قلبه. الله، اخر غيمه في قلبه. كله رومانسي ولا ايه يعني؟ لا، هو اخر غيمه في قلبه. بادئ بدري قوي يا ابو حميد. اخر غيمه في قلبه بيتكلم كله عن تجارب شخصيه. يعتبر نص رومانسي ونص تاني بيتكلم عن الشعر واشكاليه كتابه الشعر. واحد شايف رزكه، هو واحد شايف رزكة قصيدة واحدة من نوع القصيدة، عبارة عن قصة مكتوبة في هيئة قصيدة. اوكي. يعني بص، طبعا واضح ان انتوا اكيد متفقين معايا ان انتوا من جيل مختلف. أكيد. الحياة حواليكم مختلفة، مصادركم في انكم تتعلموا او تطلعوا حتى ابداعاتكم مصادر مختلفة. انتوا بتشوفوا نفسكم محظوظين اكتر من اجيال فاتت قبلكم، من ما كنا او ما كانوا هم اطفال، ما كانش عندهم كم الموجود دلوقتي من سوشيال ميديا، من انترنت، من سهوله وجود كتب ولوحات ومعارض، كل حاجه بزرار على الموبايل توصل لها. ولا شايفه ان صعوبه الجيل اللي فات بالعكس كانت بتطلع ابداع اكتر والهام اكتر؟ هو يمكن كل جيل بيبقى عنده ابداع من ناحيه معينه مختلفه، عنده مصادر مختلفه، بس ما اعتقدش بالنسبه لي ان ده يمنع ابداع. يعني المبدع مبدع في اي زمن، اي ظروف. بالظبط. مع اختلاف بس البيئه اللي حواليه، تختلف بس شكل ابداعه مثلا ومصادره فعلا. لكن لا، اعتقد ان المبدع لا مبدع في اي وقت، في اي ظرف واي وقت. برافو عليك. طيب لو حبينا كده ناخد في الاخر ختام لقائنا واعرف كل واحد فيكم نفسه يبقى ايه، نفسه في ايه في المستقبل، تقول ايه يا احمد؟ انا يعني كتابة مسرحية دي هواية، بس انا نفسي اطلع طيار حربي. طيار حربي. تبقى طيار حربي وتبقى كمان كاتب مسرحيات. ايوه، كاتب مسرحيات دي هواية ان شاء الله. واحمد. انا نفسي ابقى كاتب، يعني مخصص ومكرس كل وقتي ان انا اشتغل على الكتابة اكتر. اخر غيمة في قلبه نازل 2024 في معرض لندن. فانا يعني شغال على الموضوع وحبه. بحب الشعر قوي طبعا، شغال على التجارب الشخصيه كمان عشان الابداع يزيد. بالظبط. ده هوريك يا احمد. ورقية. هي يمكن اطلع لسه مش مكرره كتير، بس الحمد لله يعني بحاول اخد فرصي من وانا صغيره، بشارك في مبادرات وفي مشروعات خيريه وللبيئه، وكورسات طبعا من مختلف برضو من بلاد بره وكده، علشان اعرف انمي شخصيتي عشان اقدر ان شاء الله لما اكبر اعمل حاجه كبيره جدا ان شاء الله. اكيد طبعا. انتوا طبعا سعداء انكم موجودين في المعرض السنه دي. لا اكيد طبعا.
اكيد صح أكيد. وان شاء الله يكون لكم مشاركات السنه الجايه ان شاء الله، وننتظر ابداع منكم انتوا الثلاثه ومن كل ولادنا باذن الله، اللي عندهم الموهبه يبقى عندهم اللي شجعهم زيكم من اهاليهم ويلاقوا فرص زي اللي موجوده هنا، يعني عن طريق الدوله وعن طريق معرض الكتاب وعن طريق مركز ابداع الطفل. نورتونا وكملوا. نور حضرتك.